طيب النهارده يوم هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالتحديد بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واكثر تحديدا بالنسبه للجماهير الاهلاويه في كل مكان اللي دايما بيبقى عندهم الشغف وعندهم التحدي الكبير جدا للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وكمان عندهم امال وطموحات معروفه ومستمره ودائمه بالنسبه لهم، وهو الفوز دايما بمختلف البطولات باذن الله تعالى. بالتالي النهارده كان المؤتمر الصحفي الهام، وفي الحقيقه في كلام كتير جدا نقدر نخرجه من المؤتمر الصحفي ده، نقدر نستشف امور عديده. انا رحت النهارده في الحقيقه حضرت المؤتمر الصحفي مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكنت حريص على كده عشان احاول اتفرج على المدير الفني، اشوف تصريحاته عن قرب، احاول المس شخصيته اللي في الحقيقه شخصيه مميزه جدا جدا جدا. الراجل اتكلم في امور وجوانب عديده في حضور طبعا لجنه التخطيط بالكره او للكره بالكامل، سواء الدكتور طه اسماعيل طبعا رئيس هذه اللجنه، بالاضافه لعضوي لجنه التخطيط للكره طبعا كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو، وكمان في حضور طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ. زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطات، واكيد تابعتوا هذه التغطيه الخاصه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وكانت تغطيه حيه في تمام الساعه الواحده ظهر اليوم. طبعا كان متواجد ايضا كابتن سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، في حضور عدد كبير جدا من الصحفيين والاعلاميين وايضا اعضاء النادي اللي كانوا حريصين اشد الحرص على مسانده المدير الفني ومتابعه تصريحاته عن قرب بتفاصيل كثيره. مستر فايلر وضح النهارده من خلال تصريحاته ان عنده شخصيه مميزه جدا، شخصيه قويه. بعض التصريحات كده اللي بيتكلم فيها او اللي قالها النهارده مش تصريحات لمجرد انا بتكلم في مؤتمر صحفي بقول الكلام بتاع المؤتمرات ده وخلاص، لا، الراجل اولا جاي عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، ودي اهم حاجه بصراحه. اهم حاجه انك جاي عارف جاي فين، جاي يتمرن مين، جاي يتحقق ايه، وده كان واضح بشكل كبير جدا على مستر فايلر من خلال تصريحاته. قال انا عارف كويس قوي ان انا جاي اكبر نادي في افريقيا، عارف ان انا جاي نادي القرن في قاره افريقيا، عارف كويس ان النادي الاهلي وجمهوره الهدف الاساسي بالنسبه لهم هو الفوز، الفوز في اي مباراه، وعارف جدا ان هم عايزين بطوله دوري ابطال افريقيا، وده تحدي من ضمن التحديات بالنسبه لنا خلال الفتره الجايه. مدرك جدا ان جمهور النادي الاهلي بيحب الكره الحلوه، بيحب الاداء الممتع، هو عارف كده، قال كده في المؤتمر بصراحه، قال انا عارف ان النادي الاهلي او الجمهور بالتحديد بيحب يشوف الكره الحلوه من الفريق، بالاضافه للاهم وهي النتائج. وقال انا هكون حريص اشد الحرص على تحقيق هذه المعادله، اداء ونتيجه والقاب باذن الله. فواضح جدا الحماس على وشه، واضح جدا الشغف لاول مران لاول مباراه مقبله. بالمناسبه هو قال النهارده ان عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وانت طيب بدري شويه، عيد ميلاده هيكون يوم 14/9، وهو نفس موعد مباراه الاهلي وكانوا سبورت بطل غينيا الاستوائيه في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. البدايه اكيد هتكون مهمه جدا، الدفعه هتكون قويه باذن الله من خلال هذه المباراه، وباذن الله يكون موفق بشكل كبير. خلينا اقول لحضراتكم الكواليس شويه في النادي كانت عامله ازاي النهارده. مستر فايلر وصل المقر النادي بالجزيره فور وصوله، هو والجهاز المعاون برفقه طبعا الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق، وايضا امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. فور وصولهم لمقر النادي بالجزيره ذهبوا مباشره لغرفه المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، واللي كان متواجد في هذه الغرفه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اللي حرص على الاجتماع بالجهاز الفني الجديد بالكامل، وحرص على الترحيب بمستر فايلر ومعاونيه، وكمان كان مصر جدا على نقل كل الحماس والرغبه اللي موجود عند رئيس النادي، واللي بالتالي اكيد موجود عند كل الجماهير الاهلاويه، واللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل باذن الله في اداء جيد وبطولات عديده ونتائج طبعا باذن الله تكون جيده للفريق خلال الفتره اللي جايه. طبعا بالنسبه لنا مش نتائج جيده بس، احنا بالنسبه لنا عايزين نفوز باي مباراه باي بطوله باذن الله. كل التوفيق للجهاز الفني. بعد ما خلص المؤتمر او بعد ما خلص اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ذهب مباشره لقاعه المؤتمر الصحفي في المبنى الاجتماعي، و
تمت فعاليات هذا المؤتمر واللي كان فيه كلمات كتيرة جدا جدا مهمة. ابتدت بكلمة للدكتور طه اسماعيل طبعا رئيس لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، واللي اتكلم كلام مهم قوي وقال كل الأمور اللي أدت للتعاقد مع هذا المدرب لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة اللي جاية. قال احنا عارفين كويس قوي احنا اخترنا مين، عارفين ان احنا جايبين مدرب بطموحات كبيرة بشخصية قوية، ومتأكدين ان هو بإذن الله هيحقق او يحقق كل ما يتمناه الجمهور الأهلاوي من خلال الفترة اللي جاية. كمان تطرق لمساندة جمهور النادي الأهلي وقال ان مهم قوي ان جمهور النادي الأهلي يكون مساند كالعادة لفريقه، وخصوصا وده كلام حقيقي يا جماعة، اكيد اي شخصية في الدنيا بيبقى عليها اختلاف، مفيش حد الناس كلها بتجمع عليه، ده طبيعي بديهي مفيهاش نقاش. جمهور النادي الأهلي لما بيزعل من شيء ما بيبقى حرصا على مصلحة النادي. في نفس الوقت إدارة النادي الأهلي لما بتختار أو بتاخد قرار معين بيبقى حرصا أيضا على مصلحة النادي. بالتالي الناس اللي جوه المطبخ هم الأدرى بهذه الأمور والأدرى بالقرارات الأصلح. بالتالي أيضا مطلوب وطبيعي كالعادة المساندة اللي هتكون موجودة من خلال جماهير النادي الأهلي الغفيرة وملايين الأهلاوية في كل مكان لأي قرار بياخده النادي الأهلي، لأن في النهاية اللي عايزينه إيه؟ إن إحنا نشوف فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أحسن مظهر وفي أفضل حال وفي أكبر عدد ممكن من الألقاب. الكلام ده عمره ما هيحصل، عمره ما هيتحقق غير بمساندة جمهور النادي الأهلي اللي ما فيش أحسن منه في الدنيا، جمهور كبير جدا وعارف مصلحة ناديه كويس قوي، وبيبقى فيه تقدير كبير قوي لأي غضب عند الجماهير الأهلوية لأن هم الأساس. لازم يبقى فيه تقدير طبعا للجماهير الأهلوية، ده شيء مفروغ منه، والتقدير ده موجود عند كل صغير وكبير في النادي الأهلي ما فيهاش نقاش، هم الأساس، الجمهور الأهلاوي هو الأساس، فالتقدير موجود طبعا. لكن في نفس الوقت الثقة، كل الثقة من المسؤولين في النادي الأهلي إن الجمهور ده هو اللي هينجح القرارات دي، هو اللي هينجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. علشان كده جمهور النادي الأهلي الواعي، واللي امبارح عمل هاشتاج جمهور الأهلي يدعم فايلر على تويتر وتصدر وكان ترند رقم واحد في مصر، وبينوا مدى الوعي عند الجماهير الأهلوية ومدى المساندة والدعم لهذا المدرب، وبالتالي طبعا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر ما أي حاجة هتحصل إيجابية غير بمساندة ودعم الجماهير، وشيء مفروغ منه إن أكيد الفترة اللي جاية، والكلام ده واضح من خلال المتابعات على السوشيال ميديا من خلال الجماهير في الشارع، بيبقى في بعض التخوف الطبيعي الصحي جدا عند الجماهير، لكن أيضا التخوف ده بيبقى مصحوب بحماس وشغف ودعم لأي حد متواجد في المنظومة، فالموضوع ده أكيد مفروغ منه، ومساندة جمهور النادي الأهلي مؤكدة خلال الفترة اللي جاية ومعتادة على مدار كل الفترات. أصعب الفترات كنت دايما بتلاقي اللي بيقف في ظهرك اللي بيسندك هو جمهور النادي الأهلي، فجمهور النادي الأهلي هو أكيد هيفضل ويستمر في دعمه خلال الفترة الجاية بالنسبة للفريق الأول ولكل الجوانب داخل القلعة الحمراء في الحقيقة. وده يعني الكلام ده بمناسبة طبعا تصريحات الدكتور طه اسماعيل. بعد تصريحات الدكتور طه اسماعيل كان في تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللي قال أيضا إن شاء الله إحنا هننجح بمستر فايلر وهو هينجح بينا، وإن شاء الله هنكون بنكمل بعض ونحقق كل الأحلام اللي عند الجماهير. بعدهم مباشرة التصريحات المهمة جدا من مستر فايلر.